أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من المناسب أن يطلع المؤمن الموالي على سيرة مواليه في مناسبات مواليدهم واستشهادهم، لو أن كل مؤمن في هذه المناسبتين قرأ شيئا من أخلاقهم ليتأسى بهم. من هذا الأمر يجعل أحدنا يتثقف ثقافة ولائية، والكتب المرتبطة بأئمة أهل البيت منها روائية ومنها تحليلية. إن أردت الروايات المجردة عليكم مثلا بموسوعة كتاب بحار الأنوار، لكل إمام نعم جزء من هذا الكتاب يتناول سيرته. إن أردت الكتب التحليلية فيها تحليل فيها مناقشة إلى آخره. الكتب كذلك في هذا المجال كثيرة، طبعا بشرط أن يكون المؤلف والقائل ممن أعطي شيئا من النور، ليس كل تحليل يؤخذ به. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له محطتان، بل قل ثلاث محطات. استشهاده في شهر رمضان المبارك المناسب من الليلة التاسعة عشر ليلة الضربة إلى ليلة الشهادة، أحدنا كذا يتخصص في دراسة سيرته. هذه من العبادة، سمعتم في ليالي القدر من أفضل الأعمال طلب العلم. ما المانع أن تجعل شطرا من أعمال ليلة القدر اطلاعة على سيرة هذه الذوات الطاهرة، ومنها في ميلاده في الليلة الثالثة عشر من شهر رجب. شهر رجب شهر الله عز وجل، وكذلك شهر علي عليه السلام. والثالث مناسبة الغدير وأسبوع الولاية، المباهلة، التصدق إلى آخره. إذن الموالي المحب الذي يريد أن يجعل ولاءه لأمير المؤمنين عن وعي وفهم والشعور عليه أن يغتنم هذه الفرص الثلاث. أما هذه الليلة جولة في مناقب علي وصفاته، جعلت حديثي في مربع ذات أربعة أضلاع. أولا علاقة علي بربه، ثم علاقة علي عليه السلام بنبيه، ثم علاقة علي عليه السلام بشيعته، وأخيرا علاقة علي عليه السلام بهذه الدنيا برمتها. نأخذ كل ضلع من هذه الأضلاع الأربع لنرى ما هو موقع علي عليه السلام صلوات الله عليه منها. أما الضلع الأول، أنا أريد ذكر منقبة لا يمكن التأسي بها، أن يكون أحدنا كعلي في حروبه، أن يكون كعلي في شجاعته، هيهات. ولكن هذه الصفة العلوية تأملوا فيها جيدا، كم هذه الصفة جميلة في علي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الباقر: أئمتنا يلهجون بذكر علي ووصف علي، أصدق الأوصاف تأخذها من ذريته. الآن الإمام الباقر أين؟ وأمير المؤمنين أين؟
المدة الزمنية طويلة، ولكنه يصف عليا كأنه يراه أمامه، كأنه عاشره معاشرة الحسنين عليهم السلام. يقول إنه ما ورد عليه أمران، كلاهما لله رضا، طريقان مستحبان. علي عليه السلام ماذا كان يعمل؟ نحن عادة إذا كان أمامنا سبيلان نختار أحبهما إلى أنفسنا. مثلا سفرة إلى أحد المشاهد وأم مريضة في المنزل تقول يا ولدي كن معي في أيام مرضي، ومع ذلك لك أن تذهب إلى الزيارة، الزيارة محببة إليك، ولكن خدمة هذه الوالدة قد تثقل عليك. قل يا رب أتقرب إليك بخدمتها. علي ماذا كان يصنع إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولعل في بعض الروايات لعله على نفسه. علي عليه السلام على ما هو المنقول يرجح البقاء في المسجد، البقاء في المسجد من بعض الجهات أحب إليه من البقاء في الجنة، لأن في المسجد رضا ربه وفي الجنة رضا نفسه. من الروايات البديعة في جهاد علي مع نفسه، ونحن مطالبون بهذه المجاهدة، وضع بين يديه قطعة من الحلوى في الرواية فالوذج. الآن هذا الفالوذج من أي شيء مصنوع؟ المهم حلوى بين يديه. الإمام حركها بيده، رأيتم الحلوى أحدنا يلعب بإصبعه فيه؟ يقول نعم. ثم حتى بلغ أسفله حركه ولم يأخذ منه شيئا، ثم قال طيب طيب وما هو بحرام. الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال أنه طيب ولكن لم يأكل الحلوى، أو علمتم لما؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول مد يده إليه ثم قبضها فقال ذكرت رسول الله أنه لم يأكله فكرهت أن آكله. رأيتم العلاقة المتميزة الرقيقة بين علي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه علاقته بالله عز وجل ومجاهدته لنفسه. أما علاقته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واقعا أحدنا ينتعش بهذه الروايات، لأن حب علي متغلغل في لبن أمه وهو طفل صغير. البعض من الأطفال عندما يتكلم يبتدئ كلامه بذكر علي عليه السلام. علي ذكره جرى على ألسنتنا منذ الولادة. المهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنفذ جيشا، بعث جيشا ومعهم علي صلوات الله وسلامه عليه. تلك الأيام بحسب الظاهر لم تكن أدوات التواصل، أبطأ علي. طبعا النبي يعلم بالعلم الإلهي أين علي ومتى يرجع، ولكن أرادها فرصة. بدأ القلق ينتاب النبي صلى الله عليه وآله. حبيبه أمير المؤمنين غاب، تأخر مجيئه، وتعلم ماذا فعل النبي؟ رفع يديه إلى السماء. النبي الأكرم مصداق ولي الله، قرأتم في سورة الجمعة، نعم المؤمن يتمنى الموت لا يخاف الموت، ولكن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تمتني. الآن لا أريد الموت. لما يا رسول الله؟ الموت خير للمؤمن، ما أعد الله له. قال: اللهم لا تمتني حتى تريني وجه علي بن أبي طالب. ألا يستحق هذا أن ترفع صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد؟ يعني النبي يريد أن يذهب من هذه الدنيا ووجهه في وجه علي صلوات الله وسلامه عليه. أما الضلع الآخر، علاقته بشيعته، اسمع هذه الرواية. أنا عندما قرأت هذه الرواية انتابني شيء من الخجل من مولانا علي صلوات الله عليه. دخلت يوما على رسول الله فقلت: يا رسول الله، أرني الحق لأنظر إليه، أرني الحق، الحق المجسم، الحق المجسد. فقال: ادخل البيت. أشار النبي إلى بيت فولجت المخدع وعلي بن أبي طالب يصلي. يعني إن كان الحق متمثلا في رجل، هذا هو الحق، يصلي. علي يصلي دائما. وبالمناسبة هناك صلاة تسمى صلاة التوبة، وهي صلاة أمير المؤمنين، 4 ركعات، في كل ركعة بعد الحمد 50 مرة سورة التوحيد. في الركعات 4 تكمل التوحيد 200 مرة. الرواية كذا تقول: لا يقوم من مقامه أو لا ينفتل بهذا المضمون إلا وقد غفر الله له ذنبه. إذا أردت أن تصلي صلاة علي عليك بهذا العمل. المهم، أمير المؤمنين يصلي. أو تعلم ماذا كان يقول في سجوده وركوعه؟ لا في السجود فقط وإنما في الركوع، هذا ذكره. يقول: اللهم بحق محمد عبدك اغفر للخاطئين من شيعتي. إلهي بحق محمد عبدك اغفر للخاطئين من شيعتي ونحن من شيعته. لم يقصد شيعته في زمانه، شيعته في كل الأزمنة وفي عالم البرزخ. الآن أيضا علي يدعو للخاطئين من أمثالنا. هذا المعنى لا يوجب لك التعلق بإمامك صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا، وعدناكم بالأضلاع 4، ذكرنا علاقته بربه، علاقته بنبيه، علاقته بشيعته، وأخيرا علاقته بهذه الدنيا. نحن كم في السنة نأكل من اللحم الطيب من الثريد وغيره؟ يقول علي عليه السلام: واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، بهذين الثوبين، الثوب الخلق، يسد فورة جوعه بقرصيه، لا يطعم الفلذ، الفلذ الكبد، في حوله إلا في سنة أضحيته. متى يذبح أضحية؟ علي عليه السلام يأكد من كبد ذلك الحيوان مثلا. المهم، يقول: ولن تقدروا على ذلك، لا نطالبكم بهذا المعنى، فأعينوني بورع واجتهاد. ولكن عليا يقول: كأني بقائلكم يقول: إذا كان قوت ابن أبي طالب هذا قعد به الضعف عن مبارزة الأقران، يعني كيف يقاتل وهذا طعامه وهذا أكله؟
صلوات الله عليه أجاب قال: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية. قلع باب خيبر ليس من كثرة أكل اللحم مثلا، ولكني أيدت بقوة ملكية ونفس بنور بارئها مضيئة. إذن هذا مصدر قوة علي عليه السلام في حربه. نسيت أن أختمها بكلمة من أحد علمائنا، يقول علي عليه السلام: عندما نسمع مواعظه نتخيل زاهدا فقط، ولكن عندما نرى عمله شجاعته في الحروب، قضاءه في دكة القضاء، خطبه في المسجد، نتعجب من هذا الرجل الذي جمع الأضداد، جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد. إلهي بأمير المؤمنين، إلهي بجهاد أمير المؤمنين، إلهي بمنزلة أمير المؤمنين. عرفتنا في الدنيا منزلته، فاجعلنا في الآخرة معه، أنلنا شفاعته، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. Oh.